برياني ناخذه بستخدمته غير برياني. هي خلاصة البهارات الطبيعية في سائل مركز يضيف على أطباقك طعم ونكهة مميزة وخالية من المنتجات الحيوانية. نحط السمنة وعليها البهارات صحيحة ويا البصل ونقلبهم. من تطلع ريحة البهارات احط الماء. أول ما الماء ياخذ نكهة تخلص من البهارات الزايدة. ونزل العيش. نزل الأعشاب والبصل مقلي. صفيت العيش حطيت عليه ماء الزعفران والبصل المقلي والكزبرة والنعناع وغطى واحد من نكهة التايجر برياني وقلب العيش. نزل السمنة عليها البصل الثوم والفلفل الخضر. نزل البهارات في الوسط طماط. نزل خثاق قباقب مفيوح. نزل الربيان نحط لنا روب وحط الشان عاد المقلي. نزل الأعشاب العطرية وخليه 10 دقائق. طبقة عيش حطيت عليها بصل مقلي وكزبرة ونعناع ومغطاة من تايجر برياني. نزلت صلصة البرياني وخلطة الأعشاب سمنة وزعفران ومغطاة تايجر. في الأخير نحط زبيب وبصل وكازو مقلي وكزبرة ونعناع فرش ونغطيه 20 دقيقة على نار هادية. But as